لازلنا في السي شارب فاندامنتال وبنتكلم في الفانكشن او الميثود، وعندنا درس النهارده يعتبر اخر درس في الميثودز اسمه اكستنشن ميثود. اكستنشن ميثود، وده يعني برضك الحاجات دي كلها هتساعدنا في الاوبجكت اورينتد، والاكستنشن ميثود دي منتشره في كل ال اللايبريز المرتبطة بالسي شارب. فاحنا لما نتعلم ان احنا نعمل حاجة زي كده ده بيبقى حاجة كويسة. افكرك باللي خدناه قبل كده، خدنا الحاجات دي انا مش هتكلم فيها، موجودة في كل الفيديوهات. خدنا الكرييت، خدنا الميثود اوفرلودنج، الميثود باسنج بارامتر، الثلاث انواع دول. خدنا الباسنج اري از فانكشن argument، خدنا البارا اللي هي البارامتر الارجمنتس بتاعت الاري تكون مش محدده ونبعتها كلها تمرين عدد غير محدد من الارجمنتس، وخدنا ازاي نعمل ريتيرن الاري كامل، وده بدايه ان احنا نعمل ريتيرن لحاجات تانية غير الاري. هناخد بقى حاجه اسمها الاكستنشن ميثود ان سي شارب. طب الاكستنشن ميثود ان سي شارب دي الحاجه اللي باين اللي هتبقى، هنكمل كده ونشوف لحد ما نخش على الدرس ده. الاكستنشن ميثود ان سي شارب، تعال نشوف يعني ايه اكستنشن ميثود. يعني لو عندي عنصر متغير اسمه انت كده، وممكن انا اقول ريزلت بول ريزلت، يعني متغير من نوع بول، اقول له اي اللي هي العشرة المتغير الاي ده، ادوس على اعمل نقطه، هلاقي ليست ظهرت لي زي ما انت شايف كده، كومبير وايكوال وجيت وجيت تايب وجيت كذا وايز جريتر ذان. بقى دي شايفين السهم ده، السهم اللي تحت ده اكستنشن، ويشرح لي بقى ده اكستنشن ميثود. يعني انا هقول له از اي از جريتر 100، اكتب له بقى يعني اي ده از جريتر 100، دي اكستنشن ميثود على المتغيرات الانت كلها. فهيقول لي ان دي هتريتيرن، اما اعمل حاجه اكستنشن على اي ده هيطلع لي ريتيرن فولس، لان اي ده مش طبعا، او ترو لو كان، لو انا كاتب له رقم هنا 2 مثلا هيطلع ترو. فهي دي الاكستنشن ميثود. اللي فات كنا بنكتب الفانكشن نفسها، لكن انا عندي متغير عادي جدا اهو، ودوت عملت له ايه زي تو سترينج اكس تو سترينج او حاجه، فانا قدرت اكريت الحاجات دي بايديا. الاكستنشن ميثود، الاكستنشن وهي موجوده والرمز بتاعها مش الميثود دي، لا اكستنشن ميثود المكعب والسهم ده كده. واول حاجه ان الاكستنشن ميثود از اكشوالي ا سبيشال كايند اوف ستاتيك ميثود، ستاتيك ميثود، ستاتيك ميثود. ومالها بقى؟ دي معرفه على ستاتيك كلاس، يعني لازم الكلاس اللي هي بتتعرف عليه يكون ستاتيك كلاس علشان اعملها. قبل اي حاجه بقى دي ليها شرط كده، ان انا اكريت ستاتيك كلاس، اكريت ستاتيك كلاس، كريت كلاس فور اكستنشن ميثود، لازم اعمل كريت، ويكون الكلاس ده مثلا ممكن اعمل نيم سبيس جديد خالص اسمه اكستنشن ميثود وانا في البرنامج. يبقى كده كمان هنشوف مثال ظريف عندنا، هنشوف عده امثله مثلا بتاع 7-8 امثله في الدرس ده، درس مهم يعني علشان نتدرج في فهمه. يعني ممكن اعمل نيم سبيس، نيم سبيس جديد اسمه اكستنشن ميثود، وجواه بابليك ستاتيك كلاس اسمه اكستنشن انت اكستنشن مثلا، انا اسميه زي ما انا عايز يعني. الحاجات دي مسميات، وهاجي هنا اعرف الاكستنشن ميثود نفسها، يعني جوه الكلاس ده اعرف الاكستنشن. طب هعرف بقى يعني خلاص، يعني بقى اول حاجه اعمل ستاتيك كلاس، ممكن ما اعملش نيم سبيس، هنشوف في الامثله الكلام ده واضح، بس الاول لازم اول حاجه اعمل ستاتيك كلاس، بابليك ستاتيك كلاس، وجوه الكلاس ده اللي انا هنشئه واللي هو يكون بابليك وستاتيك، غير الكلاس اللي بيتعمل لنا اوتوماتيك ده اللي هو كلاس بروجرام بيبقى مكتوب كده، لا ده بابليك وستاتيك كلاس. هنعرفها بقى بعد ما عملنا بابليك ستاتيك كلاس، جواها بقى هنعمل بابليك ستاتيك بول، ادي تعريفها اللي هو المثال بتاعنا is greater than ده، ونكتب كلمة this قبل اسم المتغير اللي هيأثر، قبل نوع المتغيرات اللي أنا عايز أشتغل عليها. يعني أنا كنت عايز أشتغل على المتغيرات الـ int، يبقى int وأي ده أي اسم يعني. this int i
وانت فاليو لما ابعت له قيمه معينه منها، بس طبعا هنا هنشوف البرنامج ده الكود كله هيقول له ريتيرن اي اكبر من، يعني انا هبعت فاليو بس العنصر الاولاني ده مش ببعته، ده هو ده العنصر اللي بعديه بعمل نقطه، العنصر الاولاني ده هو اللي بعد ما بكتبه زي الاي دوت، يبقى الاي الاولانيه دي هي ده هي دي، بس طبعا بغض النظر عن الاسم. دوت بقى المتغير التاني ده هو البارامتر التاني، يبقى البارامتر التاني ده اللي هو الفال ده هو ده اللي ايه، هو اوتوماتيك بيبعت الاولاني ده قيمته من غير ما انا ابعته، والفاليو الاولاني التاني فاليو دي اللي بياخدها يبعتها ويعمل مقارنه ونشوف الكلام ده. ادي مثال اهو، بعد ما عملنا الاكستنشن ميثود دي اللي عرفناها، بس قلنا اول شرط بنخلي بنعمل ستاتيك كلاس وبعد كده بنعمل ستاتيك فانكشن. بعد كده اهو احنا جوه عملنا بقى يوزنج، كتبنا يوزنج اكستنشن ميثودز، لان طبعا انا في نيم سبيس، انا المثال اللي فات ده كنت مستخدم نيم سبيس فعملت له يوز. طبعا حلو قوي ان احنا تلاقي نفسك وانت بتسمع الكلام ده دماغك لفت سنه، فده شيء كويس يعني، تقوم راجع الكلام اللي احنا قلناه، يبقى انت في حاجات وقع منك في التفكير، وقع منك في الفهم، نسيت حاجات. طبعا الافكار يا جماعه مركبه، فما ينفعش واحد كده جاي يسمع المحاضرة دي يفهمها على طول، لازم يبقى فاهم ومركز ومعاه ورقة وقلم وبيكتب نوتس يعني. فيوزنج اكستنشن ان هستخدم النيم سبيس ده اللي انا عملت له كرييشن ده اهو، الجزء ده كده عملت نيم سبيس وقفلت كده، وجوه النيم سبيس ده عملت ستاتيك كلاس بابليك ستاتيك كلاس، وعملت بابليك ستاتيك فانكشن او ميثود اهي، يعني ده النيم سبيس جواه كلاس ستاتيك وجواه فا، وبعد كده استخدمته عملت يوز. وهبدا بقى في البرنامج الرئيسي كلاس بروجرام عادي جدا، المين هقول له اي ب 10 واجي اقول له بول ريزلت، متغير جديد من نوع بول ومتغير انت، اساسا هي بتاثر في الانت وبترجع بول، يعني هي اما نيجي نشوفها كده بابليك ستاتيك بول، يعني هي بترجع بول وبتاثر في الانت وببعت لها انت. شوف الكلام، هي ستاتيك وبابليك نوعها بول، ده اللي انا عاملها دي دلوقتي، بتاثر في الانت، بتاثر في الانت ذيس انت، طالما ذيس انت يبقى هي بتاثر في الانت وبتريتيرن انت، قصدي وببعت لها انت فاليو وبتريتيرن بول زي ما قلنا كده، وده الكود بتاعها. لما اجي اقول له اي دوت از جريتر ذان 100 يبقى انا هنا هتريتيرن بول بتاثر في الانت ببعت لها انت، هيقارن ده بده، هل ده طب ده كان بعشرة، هل عشرة is greater than 100؟ لا طبعا، فبالتالي هترجع فولس، فاما اجي اعمل رايت لاين للريزلت اللي هي بول دي هيطبع لي فولس. وده يبقى اول مثال عندنا هنشغله على الكمبيوتر ونتفرج عليه اهو، ده واحد اهو. وطبعا كالعادة انا هرفق لك جميع الاكواد، جميع الاكواد على فطبعا دي هتوفر لك تتفرج بقى عليها، ويستحسن لما تيجي تتفرج على الاكواد دي تجيبها على الفيجوال سي وتتفرج، تعمل تقفل تعمل كونتراكت الحاجات دي، هتلاقي ان انا عندي هنا يوزنج وعندي هنا يوزنج ده. طب وبعدين مفيش بقى طبعا، هو مش عامل يعني ده كانه يوزنج النيم سبيس ده، وعامل النيم سبيس ده لوحده وممكن احطه في ملف تاني، لكن النيم سبيس ده النيم سبيس اللي تحت ده جواه ايه؟ جواه وطبعا ممكن يعمل بطريقه ابسط من دي، بس دي طريقه بنعيد بيها او بنفهم بيها الناس، بنفهم ان انا عندي نيم سبيس وجوه النيم سبيس في ستاتيك كلاس، وجوه الكلاس لو فتحت الكلاس هلاقي جوه الكلاس ده في ميثود اهي، الكلاس جواه ميثود، الميثود دي اكستنشن ميثود. وعرفت ازاي هنا اكستنشن؟ اولا استاتيك، ثانيا في زيس كده في قدام البارامتر الاولاني، لو ما فيش بارامتر تاني يبقى هي خلاص ما بتعملش حاجه خالص بالبارامتر، مش محتاج بارامتر منها، هي مع حسب الكود حسب الديزاينر اللي بيصممها. هنا هقارن انتجر بانتجر والنتيجه هتبقى بول اهي. لما تيجي تتفرج على الكود اتفرج عليهم جوه السي شارب عشان تشوف التقسيمه دي، ما تفتحش وورد ولا بتاع، حطهم جوه السي شارب واتفرج. تعال نشوف البرنامج الرئيسي، خلاص دخلنا جوه البرنامج الرئيسي، بس قبل كل حاجه هنا يوزنج سيستم ويوزنج
النيم سبيس ده انا عندي اتنين يوزنج سيستم ويوزنج النيم سبيس، كأن النيم سبيس انا اقدر انقل الكلام ده كله اللي هو ده اعمل له كات كده. طبعا لما عملت له كات ما فهمش كل الحاجات دي. واعمل بيست هنا. فساعتها هيفهم كل حاجة هتتفهم. يعني اقصد ان هو ما قال يوزنج سيستم والنيم سبيس ده. يبقى النيم سبيس ممكن كان يبقى مكانه هنا. بعد كده ابدأ بقى اشتغل اعمل ران للبرنامج ده، هيعمل مقارنة بين الاي والمية ويطلع النتيجة طبعا العشرة اقل من مية، وهيطلع النتيجة ايه. طبعا كان ممكن اعمل بول تاني، مثال تاني، واطبع مثال تاني، مرة يطبع ترو مرة يطبع فولس. ده هيطبع فولس، طبع فولس اهو عندي ايه خلاص. وكده ده المثال الاولاني. هنكتفي بكده وهندي كل مثال في ملف لوحده حتى لو كان ملف صغير. هو الملف الاولاني بس اللي كان كبير، يعني دخل في 10-12 دقيقة. السبب ان انا شرحت الموضوع، لكن الامثلة الجاية كلها امثلة بسيطة. هخش في الامثلة على طول وهقول ارجع للامثلة لبداية الموضوع اللي هو اكستنشن بيسود. شكرا، سلام. استنى الملفات التانية.